لعل من أكبر الأخطاء اللي بنرتكبها بحياتنا هي عندما نعلن أشياء مش لازم نعلنها، ولما كمان نكتم أشياء مش لازم نكتمها. في شعرة صغيرة بين إنه نعبر عن كل شيء بطريقة فاضحة وبطريقة نبهدل حالنا ونهين نفسنا وخلص، والشخص الآخر يمل مننا ويشبع مننا. وبالمناسبة كتير بيوصلني، وهذا السؤال كتير بيتكرر، إنه مل مني. هو مش بمل منك، هو بيشبع منك، لأنه أي شخص لما يشبع منك رح يمل منك دايما. أنا عطيت مثال بسيط سابقا بالزمانات عن موضوع طعام أو أكلة معينة أنت كتير بتحبها، وصرت كل يوم كل يوم كل يوم تأكل منها 3-4 مرات بالنهار. رح توصل لمرحلة إنك رح تمل من هيدي الطبخة مهما بلغت درجة حبك لإلا. ونفس الشيء بعلاقاتنا. هيدي الحيلة مش 100% من علم النفس، بل هي من مشتقة من فرع من فروع علم النفس، ويسمى علم النفس التجاري. شو هو علم النفس التجاري؟ وهيدا اللي بيدرسوه الناس اللي بيشتغلوا بالتسويق وبالماركتينج وبالتجارة، ألا وهو إنه الدنيا بطبيعة هيدي الحياة هي عرض وطلب. نفس الشيء العلاقات، العلاقات أيضا هي عرض وطلب. كيف يعني؟ رح وضح الصورة بمثال بسيط. يعني إذا كان بدك من شخص ينجذب لإلك وما يشبع منك وما يمل منك، فأهم شيء إنك ما تطلب هيدا الشيء بصريح العبارة. ولوضح الصورة أكثر رح أعطي مثال قرأته من فترة وأعجبني كتير. هو عم بائع بطيخ، كان عم ببيع البطيخة ب$3 وثلاث بطيخات ب$10، وكتب عنده يافطة مكتوب عليها البطيخة الواحدة ب$3 والثلاث بطيخات ب$10. فمرق رجل واشترى بطيخة واحدة، وبعدها ب5 دقايق رجع واشترى بطيخة، ومن بعدها كمان ب5 دقايق اشترى بطيخة ثالثة. قال هيدا الرجل بده يعلم التاجر فن البيع، وبده يعلمه مهارة التجارة. فرجعوا معه 3 بطيخات وقال له أنا اشتريت من عندك 3 بطيخات ب$9، وأنت كاتب الثلاثة ب$10، فلازم أنت تتعلم كيف فن التجارة بيكون. فضحك التاجر وقال له لهالسبب كل الناس صاروا عم يشتروا 3 بطيخات بدلا من بطيخة واحدة. يبدو أنه أنت تحتاج لحدا يعلمك فن التجارة. شو منستنتج من هيدا المثال؟ وشو علاقته بأنه شخص ما يمل منك وما يشبع منك ودايما يكون متلهف ومنجذب لإلك؟ هو فن المراوغة. المراوغة اللي منستعملها مش بطريقة خبيثة، بل بطريقة أنه نضلنا محافظين على قوة شخصيتنا من ناحية وعلى هيبتنا وجاذبيتنا من ناحية تانية. ألا وهي إنه إذا كان أنت عندك رغبة معينة من شخص معين، فحاول إنك دايما تعطيه البساطة من ناحية والصعوبة من ناحية تانية، الصدق من ناحية والكذب الأبيض، مش عم أقول الكذب المؤذي، من ناحية تانية. تماما مثل التاجر اللي كانت رغبته انه وحاجته انه يبيع 3 بطيخات مش بطيخة. وطبعا اذا باع 3 بطيخات رح يربح اكتر ورح يحقق شيء او الهدف اللي هو بده اياه، الهدف التجاري اللي هو بده اياه. وبنفس الشيء اذا انت رغبتك من هيدا الشخص وحاجتك انه يضله منجذب لإلك ويضله متعلق فيك ويضله عنده هيدي اللهفة تجاهك، فاذا كنت قاسي وجامد وبخيل ومتجاهل وغامض طوال الوقت، فأنت حتما رح تخسره. وإذا كنت رخو وسهل ولين ومعطاء وواضح زيادة عن اللزوم طوال الوقت، أيضا رح يمل منك ورح يشبع منك. فالطريقة هي شو تعمل؟ بكل بساطة بجانب من الجوانب بعيشوا حالة التناقض الإيجابي. يعني أنا هلأ بكون واضحة، بكون طيبة، بكون بسيطة، بكون عم عبر عن حبي عن اشتياقي، ومن بعدها
مش ضروري بنفس اليوم، ولكن خلينا نعتبر انه على مدى اسبوع كامل انت يوم بهالاسبوع عم بتحسس الشخص بطيبتك، انك متاح ومباح طوال الوقت، انك سريع بالرد طوال الوقت، انك صادق وصريح وعم بتخبره عن تفاصيلك، واذ من بعدها فورا بنفس الاسبوع فيك تعمل هيدي الحركه، انك ربما ما تخبره تفاصيل، ربما تحسسه ولا كأنه بيعني لك ولا كأنه عندك رغبة فيه. هيدا التناقض بهيدي الطريقة رح يخلي الشخص يعتقد بينه وبين نفسه انه هو لما عم يلفت لك نظرك ولما عم بخليك انك تعبر عن مشاعرك او عن اشتياقك او عن رغبتك، فهو عم بيكون حقق إنجاز أو عم بيكون حصل على شيء كتير مميز. ليه؟ لأن أنت بفترة تانية عم بتحسسه بنقيض هيدا الشعور تماماً. كيف الزبون اللي حس حاله عمل إنجاز لما راح واشترى 3 بطيخات بسعر 9 دولار حس حاله إنه هو ربح دولار، بمعنى عمل حيلة إنه هو الفائز، ولكن بطريقة أو بأخرى تاجر بالمثال هو كان الرابح الأول والوحيد من هيدي المراوغة التجارية النفسية اللي منطبقها مش بس بالتسويق وبالتجارة، أيضا بعلاقاتنا الاجتماعية والعاطفية. واليوم معنا جائزة أفضل تعليق، ومثل ما قلت لكم أنا دايما بقرأ كل تعليقاتكم. في شخص اسمه يوسف حرب كتب لي مقتبس لجلال الدين الرومي بيقول فيه: إذا كان كل شيء من حولك يبدو مظلما انظر مجددا فقد تكون أنت النور. وأيضا يوسف حرب كتب لي تعليق كمان عجبني، هو: ملامحك التي لا تعجبك هناك من ينتظر صورة لك ليتأملها، وزنك الذي تكرهه هناك من يحارب ليصل إليه، شكلك الذي تراه ليس جميلا جميل بما يكفي بالنسبة لأحدهم، لا تكره أي شيء بك، أي شيء مهما كان، أحبب نفسك كما هي. وأيضا يوسف حرب تعليق ثالث أعجبني كمان لجلال الدين الرومي بيقول: لولا الشقوق التي سببتها الجروح في قلبك لما وصل النور إليه. لتركك رح يرجع لك، ولكن بهيدي الحالة فقط. هيدي الحالة هي بكل بساطة هي عندما تتوقف عن انتظاره، وعندما تصبح عودته لا قيمة لها بالنسبة لك.